كما استقبل العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بحضور الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوات الحرس الملكية الخاصة الأميرال البحري مصطفى العلمي مفتش البحرية الملكية بالمملكة المغربية الشقيقة. واستعرض سموه مع المسؤول العسكري المغربي أبرز المستجدات والتطورات العسكرية التي قدمها معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. من جهته أشاد العلمي بالنجاح اللافت لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع من حيث الدول والشركات العارضة للصناعات الدفاعية والعسكرية إضافة إلى التقنيات العسكرية الحديثة التي ضمتها أجنحته.